الموقع الجميل ده أصبح بيدعم اللغة العربية، وإحنا هنخليه يطلع فيديوهات احترافية. الإنسان كائن عجيب وغريب جداً، بس خلينا نعرض شوية حقائق ظريفة عن نفسية البشر، يمكن تضحك أو تنبهر. أول حاجة، هل عرفت إن في حاجة اسمها تأثير البومة؟ لما تقعد تذاكر طول الليل قبل الامتحان، عقلك مش هيبقى مركز ولا حاجة، بالعكس هتنام أول ما تفتح ورقة الامتحان. تاني حاجة، في حاجة اسمها ذاكرة السمك. الإنسان بينسى الحاجات السلبية بسرعة عشان يعرف يعيش ويتأقلم، يعني لو حبيبتك سابتك مش هتقعد تقرف نفسك طول العمر. تالت حاجة، الإنسان بيحب يعمل حاجات مجنونة أحياناً، زي إنه يكلم نفسه في المراية أو يغني في الحمام، وده من باب الفضفضة النفسية. أهو الواحد يفضفض لنفسه أهون من إنه يروح لطبيب نفسي كل شوية. أهلا بيكم، النهارده معانا الموقع الجميل ده. الموقع ده مش اول مره نتكلم عنه، لكنه يستحق، خصوصا انه بيطور نفسه باستمرار بعد التحديث المهم، وانه اصبح بيدعم اللغه العربيه، والميزه انه بيطلع نتائج ممتازه وبسهوله واحترافيه، وكمان تقدر تستفاد منه بشكل مجاني وبدون قيود باذن الله. الموقع ده مهم لكل صانع محتوى او اي حد بيفكر يدخل في عالم صناعه المحتوى. نستخدم الموقع باكتر من طريقه. اول طريقه وابسطهم هي اننا هنديله امر مباشر، وفي المقابل هناخد فيديو احترافي من اختيارنا احنا بعد تعديلنا لو حبينا. تاني طريقة، هنعمل الفيديو عربي من غير ترجمة عشان يطلع بالنتيجة دي في الآخر، فيديو 3D متحرك. هنعمل بس خطوة إضافية أخيرة كده. متحمس أبدأ معاكم رحلة النهاردة، تابع معايا للنهاية وإن شاء الله هتستمتع بالرحلة النهاردة. الخطوات اللي كنا بنعملها الاول في الفيديو اتكلمنا فيه عن الموقع قبل كده كانت كالتالي: كنا بنعمل السكريبت، ومن السكريبت ندخل على الموقع نعمل الفيديو، وبعد كده على برنامج كاب كات نعمل له كابشن، ناخد الكابشن نترجمها، وبعد ما نترجمها بالعربي بنعمل صوت، نرجع لكاب كات تاني عشان نحول الفيديو عربي. نبدأ نسجل في الموقع. نلاقي في الموقع الجميل بتاعنا ده حاجة من اتنين: اما اننا نعمل generate from prompt او use my content. ده لو انا عايز اديله امر اقوله مثلا 5 حقائق عن نفسية البشر، واختار مثلا 3D cartoon. وبنيجي بقى نشوف الجديد في الموقع معانا النهاردة، اصبح متاح اللغة العربية الحمد لله، يعني اخيرا. اختار البعد اللي بيناسبني، لو انا هشتغل على شورتس 9 ل 16 والاسلوب اللي هيتكلم بيه، سواء الاطفال او شغل اكاديمي وهكذا. بعد ما حددنا اللي احنا عايزينه، مجرد بس ما كتبنا الامر هنا، اخترنا الستايل، حددنا اللغة وابعاد الفيديو، هنعمل جنريت من هنا. A few minutes later. تعالوا كده نبص على الستوري بورد بعد ما عملنا الفيديو باللغة العربية. الأول كنا بنعاني عشان نعمل الفيديو باللغة العربية بالشكل ده. أول حاجة هولد الفيديو زي ما هو كده من غير ما أعدل على أي حاجة، نشوف النتيجة، وبعد كده هنعمل خطوة خلي الصوت أحسن بكتير إن شاء الله. فأنا خلاص أنا عاجبني الكلام هنا وكله تمام، يلا هنعمل نيكست. اختار بقى نمط العنوان اللي بيظهر بره هنا، وليكن مثلا اختار ده. الكتابة اللي بتظهر برضه اختار ده. كابشن ثامبنيل العنوان برضه اللي هي الصورة المصغرة. ميني زوم مثلا دي، واختار الفلاش. طبعا هنسمع الصوت بتاعنا اللي هنا، ممكن نختار موسيقى من هنا برضو، بس مش محتاج موسيقى، خليه يجيب موسيقى مش مهم، او بلاش موسيقى ولا اي مش عارف يجيب موسيقى عادي. عشان نجرب وليكن مثلا هو ده، حلو جدا. ماشي، نعمل بقى كومبوزيت كده. خلاص خلصت شكل العنوان وشكل السبتايتل والثامبنيل والافكتس، وخلاص على كده طبعا الصوت والموسيقى. بنعمل بقى كومبوزيت من هنا ونستنى نشوف الابداع اللي هيطلع في اللحظات دي. هو الموقع بينزل لي 3 حاجات: الصوره المصغره، الفيديو، والستوري بورد كامله. طب بصينا على الستوري بورد كده، نلاقي عندنا الصور بتاعت القصة كلها زائد السكريبت بتاع القصة كامل اهو، تمام. وده هنستفيد منه في حاجة لذيذة قوي، بس يعني صبر عليا كده. الخطوة الجاية بيديك الملخص بتاعها والعنوان والهاشتاجات والسكريبت. خش بقى على اللي بعده، شوف الفيديو. الصور حلوة والحركة حلوة، لكن الكلام نطقه مش أحسن حاجة. فاحنا عشان نعوض المشكلة دي هنعمل حاجة لذيذة قوي. أنا هاخد السكريبت ده ومديهولي زي ما هو كده، تمام. هروح على شات GPT، هقول له قم بالتصحيح اللغوي وتحويله للغة العربية الفصحى مع التشكيل الكامل ليكون مناسب تحويله الى صوت بذكاء الاصطناعي، وهسيب له السكريبت هنا وهعمل دي الامر، هيحول لك السكريبت. خلاص حولنا السكريبت بالكامل بشكل. انا هاخد النص ده نص كده، واروح على موشن، ارجع بقى تاني، ارجع خطوه وارجع كمان خطوه، واعدل السكريبت تاني. بس انا كده ما بخسرش كريدتس ولا حاجه، هو نفس الفيديو. جددنا القصه من تاني، نكست، نفس الاعدادات زي ما هي. كومبوزيت 2000 years later. طيب هحمل بقى الفيديو عشان نشوفه. عندما تدرس طوال الليل قبل الامتحان، عقلك لن يكون مركزا على الإطلاق. هناك شيء يسمى ذاكرة السمك، فالإنسان ينسى الأمور السلبية بسرعة ليتمكن من العيش والتأقلم. الإنسان يحب أحيانا القيام بأمور مجنونة، فالحديث مع النفس أهون من الذهاب إلى طبيب نفسي كل فترة.
اظن كده ان النتيجه جميله جدا يعني. انا هجرب اعمل برومب التاني واقول له باللغه العربيه الفصحى. طب انا طلبت منه يعمل لي الفيديو باللغه العربيه، انا شايف ان هو مش محتاج اشكل في حاجه تاني ولا اعدل في حاجه تاني، النتيجه كويسه برده من غير تعديل. احنا ممكن نحول الفيديو ده لفيديو انيميشن 3D. في عندنا مواقع بتحول الصور لفيديو، انا اتكلمت عنها بالتفصيل في الفيديو اللي هسيبه لكم هنا. بنشرح في الفيديو ده من اول ما تعمل السكريبت لحد ما تتولد الصور كلها او الستوري بورد كامله، بعد كده يزال العلامه المائيه على الصور، وبعد كده بنحرك الصور، وبعد كده بنعمل الصوت، وبعد ما بنعمل الصوت بنستخدم برنامج عشان ندمج كل ده مع بعض. اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى تكون النهارده موضوع خفيف ولذيذ على الكل كده، وان شاء الله انتظروا مننا كل جديد. استنى استنى استنى، رايح فين؟ يلا نكمل شرح، نعيد تاني، ايه المشكله يعني؟ يلا نعمل الخطوه دي بس سريعا كده، وما تقلقش الموضوع بسيط، يلا بينا. خطوتين ثلاثه كده هنفتح المتصفح بتاعنا. محتاج موقعين بس في الخطوه دي، هو موقع فيديو نوت ستوديو وموقع 11 لابس. تمام، هسجل دخول هنا، انا كده كده مسجل دخول وعندي صفر كريدتس. انا عملت معظم الصور اللي نازلالي من ستوري بورد. انا افترض مثلا ان انا خلاص خلصت الكريدتس اللي عندي، هحل المشكله دي ازاي؟ اعمل كنترول شيفت ان وافتح متصفح جديد داخل المتصفح، وهفتح موقع تيمبو ميل او تيمب ميل. تيمبو ميل ده موقع لذيذ جدا، الاكونت ده انا هستخدم الحساب ده، وهفتح هنا موقع فيديو دوت ستوديو وهعمل تراي فيديو. انا هعمل ساين ان ويز ايميل، وهسيب هنا الايميل اللي انا خدته ده، وهعمل نيكست. هيبعت لي هنا رقم، والموقع ده هيتاخر شويه في بعتني الرساله. لو الدومين ده ما اشتغلش معاك ممكن تغيره وتعمل ديليت، او ممكن تعمل تشينج من هنا وتختار دومين تاني. بعت الرساله اخيرا بعد انتظار شويه، وهناخد الرقم ده. تمام، هنيجي هنا ونعمل كنترول في، يدخل على الموقع بشكل تلقائي. انا ممكن بقى اعمل كمان كنترول شيفت ان واعمل حساب جديد، بحيث ان انا اسرع عمليه الصور شويه، لان هو بيحطني في الانتظار. يعني ممكن اعمل اكتر من حساب واشغلهم في نفس الوقت، بحيث ان انا اخلص بسرعه وانجز نفسي. يعني هنفترض ان انا عملت كده خلاص، بس انا هجرب معاكم في الصوره. تمام، بدخل بقى على الستوري بورد بتاعتي كده اللي انا فكيتها اهي، باخد بقى صوره من هنا. يعني باخد الصوره دي وبعمل اوبن. تمام، عايز تكتب بقى وصف للحركه، عايز تكتب حاجه انت يعني براحتك، الدنيا حلوه. بس انا مش هعمل اي حاجه، انا هحط الصوره كده وهقول له يلا كريت. تمام، انا ممكن اسيبه ياخد وقته هنا، وافتح حساب جديد متصفح خفي تاني، واعمل نفس العمليه عادي، بحيث ان انا ايه انجز شويه. هو خلاص هيعمل هنا على طول كريت، خلاص هو هنا خلص الصوره، فهقول له اب سكيل من هنا واعمل كونفير، واكرر بقى العمليه دي في باقي الصور. خلاص انا عملت كل الصور هنا، ايه عملت كرييت لكل الصور، نزلتها هنا وعملت كرييت. فخطوه اللي بعد كده ان انا هعمل اب سكيل، لان الاب سكيل ده بيعلي جوده الفيديو يعني بنسبه كبيره جدا. فهعمل اب سكيل من هنا واقول له كونفير. تمام، خلاص بعد ما عليت الجوده بتاعتها وعجبني جدا الصوره اللي اتحركت لفيديو جميل دي، هنزلها كلها في مكان واحد مثلا، وهعمل كده مع باقي الصور. انا معايا هنا الستوري بورد كامله اللي انا اخدتها من الموقع، ومعايا السكريبت كامل برضو ده الموقع نزله لي. الكود اللي فيها ان انا هاخد السكريبت ده واروح على موقع 11 لابس عشان اعمل صوت، افصل صوت بقى على مزاج انا واظبطه براحتي انا. قبل ما اظبطه براحتي انا عشان برضو ما اقعش في مشكله ان هو بينطق وحش، هدخل يعني على شات جي بي تي خطوه سريعه كده، وهقول له قم، بقول له قم بتشكيل النص التالي وتصحيحه لغويا باللغه العربيه الفصحى. ممكن اضيف جملة كمان اكتب لتحويله الى صوت بالذكاء الاصطناعي، وبسيب له النص او السكريبت بتاعي تحت هنا، وبعمل انتر. اخد بقى النص اللي هو الدوري ده، لو انا شايف ان هو في حاجة غلط هقول له برضو اعد تصحيح النص للغة العربية الفصحى مع التشكيل اللازم. انا ما كانش عجبني الجمله اللي فوق دي، فقلت له كده عشان يصححوا لي كله من تاني، الموضوع ما فيش فيه اي مشكله. خلاص انا هفترض ان انا خدت النص ده انا هستخدمه، سيبه هو يصحح براحته، وهروح على 11 لابس نعمل جوت اب او تراي ان انا اعمل جيت ستوب. بعد ما سجلت دخول في الموقع احط السكريبت بتاعي هنا، واختار الصوت اللي يناسبني، اسمع من هنا اصوات واختار اللي يناسبني، ولو مش ما لقيتش اللي انا عايزه هنا انت اكيد هتلاقي، ممكن تخش على مكتبه الاصوات من هنا فويسز. تمام، واللايبراري هنا اهي، تبحث بقى عن اللي انت عايزه، اولد وومن جيرل يونج، يعني ابحث عن الصوت اللي انت عايزه هتلاقي هنا كل حاجه. يعني انا هختار مثلا اولد بس المره دي، يعني
وابتدي اسمع الاصوات اللي هنا. طبعا في اصوات مجانيه واصوات لا، انا ابتدي اسمع الاصوات اللي هنا واللي يناسبني هستخدمه. ده حلو خلاص، هعمل اد ماشي، واجي هنا عشان استخدمه هعمل يوز. اهو انا كده ضفته، هبدا استخدمه من هنا. هعمل بقى جنريت سبيتش. قبل ما اعمل جنريت سبيتش هعمل ادفانسد من هنا ماشي، اختار الموديل ده 11 مالتي لانجويج فيرجن 2، ده احدث اصدار للغات المتعدده وده انسب اصدار ليه. سيبه هنا يخلص النص كله كده اسمع. بالمناسبه يعني صوت سوري ده يعني حلو جدا، اللي عايز يستخدمه هو صوت حد كبير ما شاء الله يعني حلو جدا، ينفع للقصص بشكل عام. حلو، انا بقى هنزله من هنا. طبعا يعني يفضل تخلي شغلك كله في مكان واحد عشان ما تلخبطش الدنيا. تمام كده، لو جيت ابص كده على اللي انا عملته، خلاص انا نزلت الفيديوهات كلها ونزلت الصوت. اعمل كرييت بروجكت. طبعا اللي ما عندوش كاب كات يفضل يحمله، لان برنامج كاب كات يعتبر اسهل برنامج المونتاج بشكل عام. فانا بقى ايه، خلاص انا كده فتحت كاب كات. نجيب بقى الحاجات الجميله دي كلها زي ما هي كده اهو، نشيلها كده، نفتح البرنامج نحطها هنا الامبورت دي، او ممكن اعمل كنت اعمل امبورت من هنا واروح للملف وانزلهم هنا. هنشتغل ازاي بترتيب بسيط كده سريع عشان يعني مش مونتاج قوي، يعني الموضوع بسيط برضو، مجرد بس ترتيب الصور. انا هنزل الصوت هنا اول حاجه. تمام، تاني حاجه لو انا عايز يعني اكبر كده شويه من هنا عشان اشوف الصوت، اكبر كمان، اكبر تاني الفراغات دي لو انا عايز اقصها ماشي، ممكن تقصها ازاي، تقف كده هنا، اكبر كمان شويه في النص كده، بتقف هنا كده، شايف دي بتقص. تمام، لو انا جيت هنا وقفت هنا كده، دي بتقص وبتشيل الحته دي اهي. تمام، بعد كده خلاص انا قصيت الحته دي، اشيل دي احطها هنا كده، واعمل كده بقى مع باقي الفراغات دي، اشيلها لو انا عايز اشيلها. تمام خلاص، انا اعتبر نفسي خلاص شلتها. وبعد كده برتب الصور بترتيب القصه اللي كانت فيها، يعني دي كانت اول صوره خلاص هحطها هنا. تمام، واحط بقى باقي الصور كده بالترتيب. طبعا انت ممكن تعمل ميكس هنا، انك انت ايه، دي مش صور، دي فيديوهات، فيديوهات متحركه، ممكن تحط فيديوهات جنبها صوره تكمل بيها فيديو جنب صوره، تنا الصور كلها. انا بس هجرب معاك في الجزء ده، انا بسمع يعني ابتدي اسمع كده. هلاقيه لسه في الجزئيه بتاعه المقدمه. خلاص يبقى انا محتاج اكبر دي شويه. اعمل ايه بقى، اعلي السرعه من هنا، اوطي سرعه الفيديو ده بحيث ان هو يكبر يمتد معايا شويه. حلو كده، قبل ما انا اخش في الخطوات دي يعني ممكن نعملها واحده واحده خالص. نشيل دول من هنا دلوقتي، نشيلهم من هنا. طب ده ما بيتشالوش، ده عامل ايه، مش عارف اشيله. بص شيل دي، تيرن اوف مين مغناطيسي دي، شيلها عشان ناقصين لمخه في الكلام. خلاص حركتهم، يعني ما علينا بقى، خلاص مش هينفع اعلي السرعه اكتر من كده. طب اعمل ايه، بنسخ دي بقى كده عند اخرها، اعمل كنترول سي وارجع اعمل كنترول في. بس في تركيبه بسيطه، هقف على دي وهعكسها من هنا، هعمل ريفيرس. اما اعمل ريفيرس هتحس ان هو ده كله فيديو متصل. فانا كده كبرت مساحه الحته دي. محتاج تاني بقى، بقوم ناسخهم كده كنترول سي وكرره زي ما هم، بس مش هحتاج تاني خلاص. 15 ثانيه اهدي السرعه شويه من هنا، ممكن يعني اعلي السرعه شويه علشان يرجع لورا تاني. طبعا اشغل المغناطيس ده بقى عشان يرجع ورا تاني، وهكذا بقى مع باقي الصور. خلاص انا خلصت الجزئيه دي، وهفترض ان انا خلاص ظبطت الفيديو كله كامل اهو. بعد كده هعمل ايه، هعمل هقف هنا كده اهو، او الفاصل يعني الفاصل بين الحركه والتانيه، هقف هنا هنا كده، وهحط هنا ترانزيشن. اختار بقى اي حاجه تعجبني من دول، او ممكن اجي على الكاميرا هنا فيها برضو حاجات كويسه، وليكن مثلا ده. اوكي تمام كده، في انتقالات كتير جدا جدا، يعني حتى لو جيت هنا هتلاقي في انتقالات مرسومه حلوه برضو زي دي ودي. يعني انت ممكن تعيش انت حياتك بقى في القصه دي. تمام، طيب انا طبقت الانتقال ده، ممكن اطبقه على باقي الانتقالات كلها، باقي الفراغات دي. اعمل ابلاي تو اول لو انا عايز اريح دماغي بقى، هلاقيه بيعمل على كل الانتقالات اللي هنا. طيب ممكن اضيف صوت مع الانتقال، ان انا اجي هنا على الاوديو وابحث عن حاجه اسمها مثلا ووش، ده صوت هوا كده، حرك اضيفه كده مثلا. خطوه اخيره بقى، انا يعني هضيف تكست هنا او كابشن عشان يبقى شكله لذيذ. اجي هنا على اوتو كابشن، من التكست اختار تكست، ومن هختار اوتو كابشن واختار اللغه بتاعتي اللي هي عربي، واعمل جنريت. هلاقيه عمل لي الترجمه بتاعتي فوق هنا ايه كلها. حلو، اختار بقى يعني اقف عليها كده وهظبطها بقى شويه. اجي على التمبلتس من هنا واختار ما يناسبني من القوالب دي، وليكن مثلا اختار ده كلمه واحده. وبعد كده بختار الفونت بتاعي، بنيجي هنا اختار الفونت اللي يناسبنا ايا كان بقى. تمام، وبعدين بختار الافكت اللي يناسبني من هنا من افكتس، وليكن مثلا اختار الافكت ده او ده. لو الفونت صغير ممكن اكبره من هنا. تمام، لو حابب اضيف تحت باك جراوند للفونت بضيف من هنا. يعني انت ممكن بقى تعيش حياتك انت مع الحاجات دي هنا براحتك، كله تمام.
طبعا لو واجهتك مشكله زي دي النص كبير شويه، لو انت اخترت مثلا قالب من القوالب التانية دي اللي هي الطويله دي، احنا حل هنا انك تيجي على الكابشنز من هنا وتبتدي تصغر الجمل الطويله، يعني تقف هنا كده وتعمل انتر تمام، او ممكن من البدايه خالص من التكست من هنا تصغر الفونت شويه. خلاص ضغطت الفونت وما انتش شايف حاجه، بقى تعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا يعني فونت شايف ان هو مناسب، تعالى على الكابشن هنا ويصغره شويه تمام، لسه اهو هكذا بحيث انه يكون مناسب يعني، وتعمل كده بقى مع ايه؟ مع باقي الترجمه. يعني ممكن تريح دماغك خالص وتختار التكست ده، يعني واحد من الصغيرين دول او ده، يعني ده اريح شويه. خلاص احنا خلصنا الموضوع، فاضل ان انا هصدر بقى الفيديو. حدد الاسم من هنا، ايا كان بقى هتكتب ايه، بتريت هاير، اختار الجوده اللي تفضلها، يعني ما يفضل ما تقلش عن 1080، عايز تزود براحتك تمام. فورمات ام بي 4، مش عايزين الصوت في حاجه خلاص. وبنعمل بقى اكسبورت من هنا. خلاص احنا عملنا ايه النهارده؟ ملخص بقى اللي حصل ده عشان ما ننتهش كده. الموقع النهارده بيطلع لك فيديو من غير ما تعمل فيه اي حاجه، تديله بس امر تقول له اعمل لي فيديو عن كذا، وحدد اللغه اللي انت حاببها واللهجه اللي انت حاببها برده في الامر نفسه علشان تطلع بجوده كويسه. ده ايه بالنسبه للموقع. طيب انا ممكن استخدمه كستوري بورد ليا واطلع منه شغل احترافي، يعني كمصمم بس، اعتبره ان هو بيصمم لي الصور وبيعمل لي السكريبت، اخد انا السكريبت والصور واعملهم فيديو بطريقتي انا، ودي الطريقه اللي انا بفضلها بصراحه. عايز الطريقه السريعه كويسه وشغاله، عايز الطريقه اللي فيها مجهود برضو براحتك يعني، انا بس بوضح الفكره اللي قدامي يعني. اتمنى اكون اتوفقت النهارده، ويهمني جدا اسمع رايكم في التعليقات. ولو استفدت من الفيديو النهارده وعجبك الشرح اللي انت شايفه ده، متنساش باللايك والاشتراك والفيديو ده يهمك. لو اول مره تشوف القناه واستفدت من الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان تتابع كل جديد، وشوف الفيديو ده.